ماذا يملك الفلسطينيين الآن من أوراق؟ يعني الحقيقة الفلسطينيون مغلوبون على أمرهم بعد 70 سنة من الاحتلال. هذه السلطة المتجسدة في منظمة التحرير من عادة منظمات التحرير والثورات أن تطالب بحرية شعبها وتحرير أرضها. أولا هي طالبت بالاعتراف بذاتها، ويريتها اعترفت اعتراف متبادل، اعترفت في العدو حتى يكون لها كرسي ولم يعترف بها أحد. نتيجة أوسلو إيش؟ شطبنا المقاومة، مزقنا الشعب الفلسطيني إلى لاجئ ونازح مهاجر وغائب وغزة وضفة وإي وبي وسي ودي إي بي سي عفوا، تلاقي بيته على الباب هذا بيفتح على إي والباب الثاني على بي، وياريت إي سالم. العدو يجتاح حرمة أي شارع في الضفة الغربية. ثم الحقيقة فقدنا حق العودة، حتى الرئيس الفلسطيني قال ما بدي صفد، يعني حق العودة يا سيدي هو المضاد الحيوي لوجود الاحتلال، وهذا القرار 194 واضح فيه وأؤكد عليه 100 مرة. يعني هو ألعن قرار يعني هو دكتور، يعني مصير القضية الفلسطينية سيرتبط فقط بخيارات محمود عباس؟ لا ما بدي أقول لك، أنا بدي أستعرض سريعا. يعني الآن الجدار بعد أوسلو، الاستيطان بعد أوسلو، التنسيق الأمني بعد أوسلو، تغيير المناهج والفلسطيني الجديد اللي بدهم إياه موديرن بعد أوسلو، صفقة القرن مشروع نيوم بدهم إيانا عمال فنيين فيه بعد أوسلو. يعني الحقيقة الصراع الفلسطيني بعد أنا بدي أحكي، بديش أظل أستعرض. مثلا إذا قرية العراقيب أعيد بنائها 130 مرة وهي صحراوية برية، نعم، ما قبل الاحتلال أن يعطي لأهل الأرض الأصليين حق إعادة بناء بيوتهم أو خدمات يوصل لها خدمات. إذا قرية الخان الأحمر والجهلين موجودين في الضفة الغربية جذورهم أعمق من البحر الميت، عشيرة كانت هي حاضنة القدس، نعم، وكان أبو دهوك إحدى عشائرهم أبو دهوك، كل الرحال الباحثين عن أرض لليهود كان يدفعوا له خاوة هو والعدوان. كيف؟ رعيان شرق القدس رحلوهم من عند المسلسة في الخان الأحمر، والخان الأحمر كان هذا معسكر عثماني ثم معسكر للجيش العربي الجيش الأردني، نعم، والآن مستضيفين يقبلوا فيهم في الصحراء حتى يقيموا عليه أدوميم يعني الأحمر، فيها 75,000 وأربعة أطواق حول القدس الآن استيطانية، فيها 32 مستوطنة، كل مستوطنة فيها كتلة بشرية كأنها تقول عشيرة لها دور في إقامة الهيكل. والآن كنا نحذر من سنة 2000 من هذا الكلام، وقبل 2000 إيش يهودية الدولة يا سيدي ويهودية العاصمة؟ بلا عرب ولا مسلمين ولا مقدسات. حتى قالها بن غوريون بكل وضوح 19/6/97، قال ليس هنالك شيء اسمه المسجد الأقصى، هذه مخلفات وثنية افتراها العرب، يجب أن ترمى في وجه العربية السعودية. أنا معني الآن أدب الصوت بأعلى ما لدي وأقول أن المسجد الأقصى ضاع، خاصة في القرار الأخير بجواز الصلاة. يا أخي يوري أريل وزير الزراعة الصهيوني هو الذي كان يقود المقتحمين، ميري رجب وزيرة الثقافة هي التي تقود الاجتياحات، تبادل الأدوار بين الرسمي. دكتور ماذا يملك الفلسطينيين الآن؟ يملكون الإرادة. شوف هم أوجدوا الفلسطيني